الفيل السوري تفاخر بصيدة فرعون مصر واستوردها القائد العسكري هانيبال لإيطاليا. الفيل السوري اسمه العلمي إلفاس ماكسيمس سوروس، معروف باسم الفيل السوري، واللي هو واحد من سلالة الفيل الآسيوي المنقرض اليوم، وهي السلالة هي أكثر السلالات المنتشرة بجهة الغرب وأكبرها، وكان يصل ارتفاعها ل 3.5 متر، واستوطنت بالمنطقة من إيران لسوريا. كان الآراميين يعملوا أثاث بيوتهن من الخشب المطعم بعاج الفيل السوري، وهاد من أسباب انقراض الفيل بعد زيادة الطلب عليه للاستفادة من العاج. بس النصوص بتشير أن السبب الرئيسي لانقراض الفيل السوري كان الغزو الأشوري لسوريا الطبيعية اللي قضى على اللي تبقى منها. وفي روايات بتحكي عن فاخر الملك الأشوري أشور نصربال بقتل الفيل لو الأسود. انقرض الفيل السوري تماما بالمية قبل الميلاد، واكتشفت عظامه بكسور قطننا وتفاخروا الفراعنة بصيده. بس أقدم ذكر له كان بنصوص اللي بتحكي عن تجار العاج في شمال سوريا. لما هانيبال القائد القرطاجي توجه لحصار روما، خد معه فرق من الفيل للشمال افريقيا، بس الفيل الشخصي تبعه كان فيل سوري اسمه شوروز، وكان اكبر من الفيل القرطاجي العاديه، ومن هون اجت التسميه العلميه للفيل سوروز. وصفوا المؤرخ الروماني كيتو ذا إلدر انه كان اكبر فيل بشوفه، كان لونه بواحد، وحسب المؤرخ بلوتس فسوروز كان يلبس درع حمر، وهو وجه عملاق مجهز لهانيبال.